السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن هيا بنا نتعرف على سعر ومواصفات هذا الهاتف سامسونج جالاكسي جي 3 برايم. بالنسبة للذاكرة الداخلية تصل إلى 16 جيجا بايت، بالإضافة إلى منفذ منفصل للميكرو كارت يصل إلى 256 جيجا بايت، ونجد في الرام 1.5 جيجا في الرام للذاكرة العشوائية. أما البطارية من أهم الأشياء التي يبحث عنها مستخدمو الهواتف لفترة طويلة، وبالأخص في الأماكن البعيدة عن الشواحن. وكما نرى أن هواتف سامسونج من سلسلة جي تمتاز بهذه الخاصية، فنجد هاتف سامسونج جالاكسي جي تو برايم يتميز ببطارية ليثيوم أيون 2600 ملي أمبير غير قابلة للإزالة. وسوف يتوفر هاتف سامسونج جالاكسي جي 3 برايم باللون الأسود والذهبي في الأسواق التجارية، ولم يتم تحديد سعر حتى الآن. ومن خلال الجدول ومن خلال المعلومات التي سوف أعطيها لكم الآن، سنوفر لكم بعض معلومات سوف تفيدكم في اختيار الهاتف الجديد. السعر والمواصفات: يدعم سامسونج جالاكسي جي 2 برايم الجيل الثاني والثالث والرابع، وشريحة اتصال ديال سيم، يعني شريحتين، يدعم شريحتين. أعلن عن الهاتف في 2017 أبريل، في آخر يوم من شهر أبريل، وسوف يتم نزوله إلى الأسواق في مايو 2017. والآن أبعاد الهاتف: الوزن يبلغ وزن هاتف سامسونج جالاكسي جي 3 برايم 148 جرام. أبعاد الهاتف 8.89 ضرب 69.35 ضرب 139.7 ملي متر. الشاشة: نوع الشاشة TFT Captive تدعم اللمس 16 مليون لون. الحجم 5.0 بوصة بدقة 1280 في 720 بيكسل. الكثافة 294 نقطة في كل بوصة. ويدعم تقنية اللمس المتعدد. بالنسبة للصوت، فأنواع التلبيه لدينا الاهتزاز والMP3 ونغمات واب. مكبرة، ويدعم مكبرة صوت، ويدعم جاك 3.5 ملمتر. والآن نتوجه إلى الكاميرا. الكاميرا الأساسية الخلفية 5 ميجا بيكسل ضبط تلقائي للصورة فلاش على دي، والفيديو يدعم تصوير فيديو بجودة 1080 فول اتش دي و 30 لقطة في الثانية. الكاميرا الثانوية الأمامية 2 ميجا بيكسل. ميزات وضع لدينا بعض المميزات في هذه الكاميرا الأمامية: وضع العلامات الجغرافية والتركيز على الاتصال وكشف الوجه وبانوراما والاتش دي ار، تقنيات الاتش دي ار المعروفة. نظام وإمكانيات الهاتف: نظام التشغيل أحدث نظام أندرويد نوغا 7.0، نوع المعالج إكسينوس 7570 بمعمارية 64 بايت. سرعة المعالج ربع النواة 1.4 جيجاهرتز كورتكس A53. المعالج الرسومي مالي تيك 720. لدينا أجهزة الاستشعار، لدينا القرب والتسارع. الذاكرة الداخلية 16 جيجا بايت، أما في الذاكرة العشوائية 1.5 جيجا بايت في الرام. فتحة البطاقة كارت سلوت مايكرو تصل إلى 256 جيجا بايت منفذ منفصل أعتذر. ولدينا تقنية البيانات معروفة، يدعم جي بي ار اس والشبكات المحلية اللاسلكية، الواي فاي بطبيعة الحال، والرسائل يدعم تقنية البلوتوث بإصدار 4.1 مع A2 دي بي، يو اس بي يدعم الميكرو يو اس بي والإصدار الثاني وأون دي جو، وللأسف لا يدعم تقنية اليو اس بي 3.0. يدعم تقنية الراديو، الألوان المتحكمة قلت في البداية الذهبي والأسود، جي بي اس يدعم، تصفح على الانترنت بطبيعة الحال يدعم HTML 5، ولا يدعم تقنية الجافا. البطارية كما قلنا في البداية أيضا ليثيوم أيون 2600 ملي أمبير غير قابلة للإزالة. سعر ومواصفات: الآن لدينا السعر، حتى الآن لم يحدد سعر الهاتف، لكن إن شاء الله في مراجعة أخرى، هذه فقط مراجعة سريعة لهذا الهاتف، سنقدم لكم مراجعة شاملة لهاتف سامسونج جالاكسي جي 3 برايم بالفيديو. فلا تنسى الاشتراك ولايك الفيديو ليصلك جميع جديدنا في عالم التقنية والهواتف. فلا تنسى لايك للفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.